معي من بيروت ضحى يحفوفي، نائب رئيس نقابة المعالجين الانشغاليين في لبنان. مساء الخير. مساء الخير ألو، سيدة ضحى، مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. بأهمية أهلا. هذا اليوم سيدة ضحى، إذا ما تحدثنا أكثر بداية عن خلفية هذا اليوم، ماذا حقق حتى الآن نظرا لكونه مهم؟ يمكن ليس الجميع يعي، لا يعي الجميع أهمية هذا اليوم، أهمية هذه المشكلة. نعم، طبعا مثل أي فئة من الفئات اللي هن مهمشين بسبب احتياجاتهم المتنوعة والمختلفة، الأشخاص المصابين بالتلعثم أو عارض التلعثم هن بيشكلوا حوالي 70 مليون شخص حول العالم، وهذا عدد منه قليل أبدا. ومن هون كانت ضرورة تخصيص يوم للاحتفال ب أو يوم عالمي مخصص للأشخاص المصابين بالتلعثم لحتى لنشر الوعي حول هذا الموضوع صحيح، وبتوعية وعي الناس يعني على العلاج وعدم الاستهتار بهذه الحالات. سيدة ليس ضحى، فقط على العلاج، الوعي حول كيفية التعاطي والتعامل مع هؤلاء الأشخاص من ناحية تكريس احترام سماعهم والإصغاء لهم والتعامل معهم بدون سخرية وبدون تهميش وبدون أي تمييز أكان إيجابي أم سلبي. أي لينا، بما أنه ذكرت العدد 70 مليون حول العالم، نحن بتقديرنا كمان ورد بأنه الذكور 4 أضعاف تقريبا عن الإناث، هل من أسباب خلف هذا؟ الأسباب غير واضحة أو مؤكدة خلف هذا الموضوع، ولكن تجدر الإشارة أنه طبعا هم 70 مليون يعني 1% من نسبة السكان، لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك أسباب وراثية في العديد من الأحيان قد تكون السبب الأساسي وراء الإصابة بالتلعثم، كما أن هناك بعض الأسباب العضوية مثل ما ذكرت بالتقرير والعديد من الأسباب النفسية اللي ممكن يتعرض لها كان أطفال أو راشدين عند الإصابة بالتلعثم. صحيح. طيب اليوم سيدة ضحى نتحدث عن في مراحل بمرحلة النمو، ونتحدث عن مراحل ممكن أن يحدث التلعثم بمرحلة نفسية، يعني بعد تعرض أحدهم لصدمة نفسية معينة. نعم، هل المرحلة الثانية هذه اللي ذكرتها سهل العمل عليها وعلاجها؟ نعم، في بعض الأحيان ممكن العمل عليها وعلاجها من خلال طبعا تدخل أخصائيين في العلاج النفسي والعلاج السلوكي وأخصائيين في علاج النطق، ولكن في بعض الأحيان ممكن تكون الإصابة ببعض مراكز الدماغ مرتبطة ببعض الأمراض العصبية، هون بيكون في صعوبة أكبر في العمل على التحسن يعني في موضوع التلعثم. طيب سيدة ولكن ضحى، إذا ما تحدثنا عن لبنان، هل يعني تعلمون كإحصائيات أو كنسب معينة حتى لو كانت تقريبية، يعني على الأعداد التي نتحدث عنها هناك؟ نحن في لبنان لدينا مشكلة بموضوع الإحصاءات على جميع الأصعدة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة أم الأشخاص المصابين بالتلعثم، فعادة ما نأخذ بالإحصاءات الدولية بهذا الشأن أو بهذا الخصوص، ففي حال كانت محددة عالميا بأنها تبلغ 1% من نسبة السكان فهي تنطبق دون شك على لبنان أيضا، ولكن إحصاءات دقيقة ما خاصة في. ببلدنا. نعم، طيب سيدة ضحى، هل ممكن غير موضوع التوعية، النقطة المهمة جدا ذكرتيها حضرتك بأنه توعية كيفية التعامل مع هؤلاء وعدم السخرية من طريقة تكلمهم، ولكن هل ممكن إذا ما تم التعامل مع هؤلاء حتى طبيا ونفسيا بطريقة صحيحة، هل ممكن تحسن حالات؟ نعم طبعا طبعا في العديد من الحالات ممكن انه يصير في تحسن اذا ما تم التدخل الطبي في الوقت المناسب ويكون تدخل طبي متخصص وفقا للمشكله او للسبب الذي ادى الى التلعثم. وفي بعض الحالات الاخرى يجب كما ذكرنا على المحيط ان يتكيف ويتاقلم ويوفر بيئه حاضنه للاشخاص المصابين بالتلعثم، بيئه تحترم امكاناتهم وقدراتهم وتتواصل معهم وفقا لهذه القدرات
وليس لأي شيء آخر دون أي تمييز أو حكم مسبق بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك سيدة ضحى يحفوفي، نائب رئيس نقابة المعالجين الانشغاليين في لبنان.